السلام عليكم شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو ده كده نراجع مع بعض بسرعه ايه المطلوب مننا عشان الاساينمنت بكره بتاع الكوميونتي. ان شاء الله كلنا حلو صح، بحيث يعني لو حد مثلا ما كانش مركز قوي في المحاضره او نسيت قال ايه او ما كانش حاضر لاي ظروف يقدر ان هو ان شاء الله يحل بكره كويس. احنا بناء طبعا هراجع معاكم يعني بناء على الايد اللي اتشرح في المحاضره كده بسرعه ان شاء الله مش هطول. يعني الفكره كلها بتاعت الاساينمنت ان كل بلد تمام بتواجه مشاكل، يعني في كده حوالي 9 مشاكل ولا حاجة تمام مذكورين كده عندنا في صفحة ايه في العملي في صفحة 89. المشاكل دي بقى اللي هي التوباكو يوز، الهاي بلاد بريشر، دايبيتس، الاوبيستي، الكلام ده. المشاكل دي عملوا كده زي احصائية وشافوا في كل بلد تمام كم في المية من البوبوليشن بتاعها بيعاني من المشكلة دي. خلاص، فمصر مثلا البيز لاين برسنتج بتاعتها يعني مكتوبه فين؟ في صفحه 89، وباقي البلاد العربيه مكتوبه في الصفحات اللي هي بعد كده اللي هي صفحه 91 و92. تمام، فدي المشكله دلوقتي في مصر وفي البلاد العربيه، كل مشكله من دول كام في الميه من البوبوليشن. تمام، احنا بقى في تارجتس كده اتحطت تمام ان احنا على 2025 نبدا كل مشكله من المشاكل دي نقللها بنسبه معينه، يعني مثلا التوباكو يوز نحاول نقلله ب 30%، تمام، البلاد بريشر نحاول نقلله ب 25%. تمام، فاحنا في كل بلد المفروض ان احنا هنعمل حاجه اسمها او كل بلد بيبقى عندي حاجه اسمها بيز لاين برسنتجز او فاليوز، دي اللي هي مكتوبه اوريدي عندي في الكتاب زي ما قلت لكم في الجداول اللي هي بتاعت 89 و91 و92. تمام، انا بقى مهمتي ان انا اطلع التارجت فاليوز او التارجتس بتوعي اللي انا عايزاهم على 2025 بناء على الايه الحاجات يعني عايزه انقصهم بقد ايه. فاحنا مثلا ايجيبت دلوقتي هي البريماتيور مورتاليتي من النون كوميونيكابل ديزيزز البرسنتج بتاعتها دلوقتي 25%، انا عايزه اقللها بقد ايه؟ زي ما مكتوب كده في صفحه 89 فوق، انا عايزه اقلل الموضوع دوت ب 25%، عايزه اقلله ب 25%. تمام، فبعمل ايه؟ ده كده اللي عندي اللي هو 25 الاساسي، بعمله تايمز 100% ماينس، يعني 100 ماينس 25 كام؟ 75%، صح؟ 75% دي اللي هي اكنها 0.75. تمام، هيطلع لي بقى التارجت اللي انا عايزه بعد في سنه ثانيه 2025 اللي هو التارجت ده، ده اللي طلع 18.75%. نفس الكلام هنعمله بقى في كل حاجه، مثلا 24.9 دي الهارم في اليوز اوف الكحول، انا عايز اقلل الهارم في اليوز اوف الكحول ب 10%، عايز اقلله ب 10%. تمام، فانا هاجي ال 24.9 دي اكتبها واعملها تايمز 100% ماينس 10 يعني 90% اللي هي اكنها 0.9. تمام، بس واعمل كده. احنا عملنا الجدول ده كله كده لمصر في المحاضره، كل مشكله ايه البيز لاين بتاعها، ايه اللي يعني البوبليشن بيعاني منه دلوقتي، وعملنا الايه التارجت بتاعها بالطريقه بقول لكم عليها دي. طيب احنا بقى المطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا كل واحد المفروض جاله بلد من البلاد اللي هي العربيه اللي موجوده بقى في صفحه 91 و92. كل بلد من البلاد العربيه دي محطوط البيز لاين اوريدي مكتوب البيز لاين فاليوز. احنا بقى كل واحد يجيب للبلد بتاعته يجهز كده جدول زي ده زي بتاع مصر ده، يجهزه للبلد بتاعته بحيث انه يبقى عارف انه التارجت بتاع مثلا الفيزيكال ان اكتيفيتي التارجت بتاعي كذا بيرسنت، التارجت بتاعي بتاع ريز بلاد بريشر كذا بيرسنت، كل واحد بقى على حسب البلد بتاعه. تمام، يبقى اول حاجه هنجهزها حاجتين، جدول بتاع مصر ده نكتبه كده في ورقه ويبقى قدامنا، والجدول بتاع البلد العربيه بتاعتنا. خلاص، البيز لاين وقصاده التارجت على 2025. خلاص، فدي اول حاجتين احنا هنعملهم. طيب ايه بقى الاسئله اللي ممكن نجينا على الحاجات دي؟ اول سؤال هيبقى دايركت جدا اللي هو مثلا يسالنا زي السؤال ده كده اللي هو يقول لي مثلا التارجت بتاع البلد بتاعتي بقى على حسب البلد بتاعتي للبريماتور مورتاليتي من النون كوميونيكابل ديزيز، فده اوريدي انا هبقى اصلا عاملاه في الجدول يعني مجهزاه، يا دوب بس هبص كده ايه اللي هو ايه المشكله اللي هو عايز لها التارجت. المشكله اللي هو عايز لها التارجت بتاعها. تمام،
معلش بس دي خلاص. ايه الـ ايه الـ ماشي ايه الـ ايه المشكلة اللي هو عايز لها التارجت بتاعها واكتبها له. فده اول سؤال زي السؤال ده كده، مش عارفة ايه المشكلة بس. ايه طيب معلش نرجع تاني. خلاص اول سؤال زي ما قلت كده هيقول ايه ال هي يعني هيكون عايز التارجت بتاعي عادي المشكله من المشاكل بتاعه البلد بتاعتي، تمام. فدي مثلا زي السؤال ده، ده كده زي اول يعني سؤال من الاسئله دي. خلاص بيقول هو ايدنتيفاي تارجت للبريماتشور مورتاليتي من النون كوميونيكابل ديزيزز في كانتري ايه. فده اوريدي احنا نبقى مجهزينه في الجدول، هنبص بس ونحطه. خلاص فده اول سؤال سهل جدا. تاني سؤال برضه هيبقى تقريبا على نفس الحاجه، خلاص زي السؤال ده كده، بيقول برضو الكانتري بتاعتك. خلاص عايز البيز لاين والتارجت للفيزيكال ان اكتيفيتي. فبرضو ده احنا هيبقى قدامنا ايه البيز لاين وايه التارجت بتاع الفيزيكال ان اكتيفيتي. خلاص فدول كده سؤالين هيبقوا دايركت كده مكتوبين من ال من الايه من الجداول اللي احنا عاملينها. خلاص تاني حاجه ممكن يسالنا عن الـ عن البرايورتي انترفينشن اللي انا المفروض اعمله. البرايورتي انترفينشن ده احنا كل بلد من البلاد او مش كلهم يعني معظمهم خلاص في كده هتلاقوا مثلا مشكله متلونه كده عندها باللون الاصفر، فدي معناها ان دي المشكله دي اكبر مشكله عندهم، خلاص محتاجين ان هم يحلوا عشان يعني هي اكبر واحده ما بين البلدان بالنسبه للمشكله دي، فلازم يحلوها الاول. فبالتالي بتشوفوا بقى ايه المشكله بتاعت البلد بتاعتكم دي وتشوفوا الانترفينشن المناسب بتاعها من الجدول الموجود في صفحه ايه 90. فمثلا لو هي المشكله بتاعتها كانت انه عندهم مثلا هاي بلاد بريشر او مثلا السولت انتيك بتاعهم عالي، فبالتالي ان انا لازم اشوف الانترفينشن بتاعهم اللي هم مثلا اقلل السولت انتيك، انه مثلا ان انا اقلل السولت انتيك مثلا، تمام. وكل بقى مشكله ليها الانترفينشن بتاعها. طيب في بلاد ملهاش برايورتي مثلا بروبلم او كده، مش عارفه بقى ساعتها ايه اللي هيحصل بالظبط، ممكن يتسالوا سؤال تاني او حاجه. المهم ان اللي ليه اللي عنده يبقى عارفه. خلاص فدول كده 3 اسئله من الاسئله. ادي بقى سؤالين هما اللي ايه محتاجين بس ايه نعرف الستبس بتاعته. واحد اسمه الواحد بيكون طالب مننا نعرف البرسنت ديكريز، واحد بيبقى مديني percent decrease في كل سنة بس بيقول لي هل ده لو انا قليت بالمعدل ده كل سنة ده هيخليني اوصل للتارجت اللي انا عايزه ولا لا. خلاص فدي ليهم طريقتين. فهو مثلا لو سأل على السؤال كان بيسأل عن percent decrease هنعمل ايه؟ هنجيب البيز لاين الفاليو اللي عندي بتاع البيز لاين minus التارجت اللي انا عايز اوصله اللي انا اصلا حاسباه، تمام، على number of years. يعني ايه؟ لو شفنا مثلا سؤال هنا هو مثلا بيقول في 2020 كانت التوباكو يوز 16%. 2020 ده يعني ده البيز لاين، يبقى البيز لاين عندي ايكوال 16، تمام. وبيقول على 2025 خلاص التارجت بقى بتاعي هو هنا التوباكو يوز، ماشي. فانا المفروض اكون مظبطه التارجتس بتاعتي. مثلا افترضنا مثلا ان التارجت كان مثلا مش عارفه بقى يعني مثلا ايه 13 مثلا، خلاص 13 ده كده التارجت. خلاص فهو بقى بيسال هنا ايه الكونستنت ديكريز في كل سنه عشان اوصل للتارجت بتاعي. فانا هعمل ايه؟ خلوها بقى رول. خلاص بعمل بيز لاين اللي هو 16 ماينس ال 13 على النمبر اوف ييرز. النمبر اوف ييرز هنا ما بين ايه 2020 ل 25، يعني كام؟ يبقى يعني 5 سنين. فانا هعمل 16 ماينس 13 على 5. خلاص والرقم اللي يطلع لي يبقى هو ده الكونستنت ديكريز اللي انا عايزه اوصله، او هنقربه يعني ايه يعني الاقرب ليه هناخده، الرقم الاقرب ليه هناخده، تمام. يبقى دي ده السؤال اللي هو ممكن يسأله اللي هو ال percent decrease. التاني بقى ان هو يكون مديني، او مش percent decrease قصدي constant decrease، يكون مديني بقى constant decrease constant ده constant decrease. بس عايز بقى يقول لي انا هوصل للتارجت ولا لا. يعني انا مثلا البيز لاين بتاعي مثلا 16 وبنقص كل سنه مثلا 0.5%، فده هيوصلني للتارجت اللي انا اصلا حاسباه انا احنا حاسبينه في الجدول ولا مش هيوصلني بالنسبه للمشكله دي. فبعمل ايه؟ هو مثلا زي السؤال ده، هو مثلا بيقول ان هو دلوقتي 13% خلاص وبينقص كل سنه 0.5%.
هو دلوقتي 13 يعني في 2020 وبينقص كل سنة 0.5%، فهو عايز يشوف التارجت هيوصله في 2025 ولا لا. فبعمل ايه؟ بعمل ال constant decrease اللي هو مديهولي ده اللي هو 0.5 اضربه في عدد السنين ما بين 2020 ل 2025، كام سنة؟ 5. خلاص، فهيطلع لي رقم. خلاص، الرقم ده النسبة التوتال برسنتج اللي هو هيقلها طول السنين دي، طول الخمس سنين دي. فانا هعمل ايه؟ هجيب بقى البيز لاين بتاعي اللي هو ال 13 واعمله ماينس الرقم ده اللي هيطلع لي هنا. خلاص، هيطلع لي مثلا رقم مثلا 11 ونص مثلا. اشوف بقى 11 ونص ده هل هو التارجت اللي انا اصلا كنت حاسباه في الجدول عندي في الورقه، ولا اقل منه ولا اكتر منه. طبعا لو اكتر منه يبقى انا كده ما وصلتش للتارجت بتاعي، يبقى ده كده اكبر من التارجت اللي انا اصلا عايز اوصله. لو اقل يبقى انا كده الحمد لله وصلت للتارجت بتاعي. تمام، فاهمين؟ فتعالوا مثلا نحل السؤال ده بالروح يعني. خلاص، احنا قلنا هنا 0.5، خلاص ده ال constant decrease اللي انا بعمله، عمله تايمز النمبر اوف ييرز اللي ما بين 2020 ل 2025، يعني كام؟ يعني 5. تمام، هيطلع لي كام؟ 2.5. خلاص، بجيب بقى رقم 2.5 ده وانقصه من ال 13، يبقى البيز لاين بتاعي اهو 13 ماينس الايه الرقم اللي انا طلعته. ف 13 ماينس 2.5 كام؟ 13 ماينس 2.5 يعني 10.5. خلاص، طيب 10.5 بقى اقارنه بالتارجت اللي انا كاتباه. خلاص، احنا ده كان في ايه؟ خلاص، والبريماتيور ده. فانا هشوف التارجت بتاع الكانتري ايه دي كان كام. خلاص، التارجت بتاع الكانتري ايه ده كان 10.5، فانا كده وصلت للتارجت بتاعي ولا لا؟ وصلت له، لان الرقم اللي طلعته ده ايكوال او اقل من الرقم اللي من التارجت اللي انا اوريدي كاتباه في الورقه عندي في الجدول. خلاص، فعشان كده مختارينها 2. تمام، بس فدي كده انواع الاسئله اللي هم حلوهم هنا، وان هي ممكن تيجي ان هو يسال دايركت كده، يقول مثلا ايه التارجت وايه البيز لاين من الجدول اللي احنا محضرينه. فالاحسن احنا محضرين جدول بتاع مصر والجدول بتاع البلد بتاعتنا. تمام، وهيسالنا بقى عن البيز لاين والتارجت بتاعت البلد بتاعتنا، هيسالنا عن الكونستنت ديكريز او هيجيب لنا الكونستنت ديكريز ويقول لنا هوصل للتارجت ولا لا زي ما حكيت معاكم. اخر حاجه بس هو ممكن يجيبها مثلا، يقول مثلا يقول ايه، زي كده مثلا، مثلا يقول إيه مصر دي مثلا، ده بتاع مصر وده بتاع بلد تاني بتاعت الامارات. خلاص، فهو بيقول في التوباكو يوز مثلا، هي كانت الامارات كان 21 ده البيز لاين بتاعها، والمفروض بعد عشان توصل للتارجت تبقى 20.3. خلاص، مصر بقى كانت 22.7. خلاص، ده البيز لاين بتاعها، وعشان توصل للتارجت المفروض تبقى 15.39. فهو بيقول لك لو افترضنا ان احنا دلوقتي في 2025 ومصر حققت التارجت بتاعتها والامارات حققت التارجت بتاعتها، انهي بلد منهم ستيل انا هحتاج ان انا ابدا معاه واعمل له انترفنشن الاول عشان عنده مشكله اكتر. فهنعمل ايه؟ هنشوف هنا دي وصلت بقت 20.3 ودي وصلت بقت 15.39، انهي اكتر؟ انهي اللي المشكله عندها لسه اكبر؟ الامارات، لانها 20 اكبر من 15. فدي اللي انا هبدا بيها، دي اللي انا هبدا معاها الاول. زي ايه؟ زي السؤال ده كده، بيقول ايجيبت وكانتري ايه وصلوا لل 2025 تارجت اللي هم عايزين يوصلوا له في الايه؟ في الريست بلاد بريشر. فاني بيقول بقى انهي كانتري هتبقى ستيل محتاجه ان انا اعمل لها انترفنشن، او هي تبقى البرايورتي كانتري اللي انا اعمل لها انترفنشن في المشكله دي. فبعمل ايه؟ بقارن التارجت بتاع ايجيبت بالتارجت بتاع البلد بتاعتي، واشوف اني واحد اللي فيهم اكبر ستيل المشكله عنده، يعني واخده بنسبه اكبر في البوبوليشن، وبالتالي هو ده اللي هبدا بيه. تمام، فدي كده كل انواع الاسئله ان شاء الله، والانترفنشن طبعا احنا قلناها. دي كده كل انواع الاسئله، اعتقد يعني اللي هيجيبوها هيبقى برضو حوالين الموضوع دوت، او مش هيبعدوا كتير، هم اصلا 6 اسئله. بس ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله كلنا يعني نحل كويس. السلام عليكم.